لازم تعرفون هذا العرض ليش صار. لأن بيدنا وبيدكم الاختيار. أنتوا وإحنا أصحاب القرار. وبيدنا نكسر الخوف والدمار. الفن ما له علاقة بالعمر. إذا كنا صغار أو كبار. إحنا بدينا ساري وعمر. عمار وساري. شو دمعت؟ شو محترين وقاعد تبكون؟ فايت. ليش خايفين من الجمهور؟ شوية أكيد إنهم رهبة والعرض كان بنوع من الصعوبة. عرضكم بجراءة طبعاً. إحنا شايفين أعتقد هيش عروض بلبنان ويا باسم الغالي. أكيد صحيح يعني. واليوم شفناه ويا ساري ويا عمار. لا هو بس أول مرة يصير رسم وتقليد صور. ما صار قبل أبد. لا أنا أقصد على الجراءة إنك أنت تقلد فنانات عربيات وهذه الأمور. إيش من جتك هاي الجراءة؟ ما تخاف من الانتقادات من مجتمعنا؟ لا مو يعني أكثر من مرة صارت. وإنه أنا بالنسبة لي أشوف الشيء كلش حلو. أكيد أوصلهم يا إنه هذا الشيء حلو. راح تصوتوا لهم؟ يعني تختارهم هم من بين الباقي؟ أكيد من خلال الاستمارات اللي راح تتوزع بعد شوي على الحضور راح ممكن يصوتوا لكم. حاب تقول شيء بعد الجمهور؟ شكرا جزيلا انه حبوا العرض اللي احنا سويناه. حابب تقول شكرا. شكرا لهم وشكرا لحضورهم وشكرا مره ثانيه. ساري وعمار شكرا لكم. عيني جرايدكم.